السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ وتلميذات المستوى الثالث إعدادي، بدأ نبدأ درسنا اليوم، حصتنا اليوم بدرس جديد عنوانه الهندسة الفضائية، المساحات والحجوم، تكبير وتصغير. إذن كما العادة دائما أقترح عليكم بعض الأنشطة التمهيدية. إذن لدينا النشاط الأول A B C D E F G H متوازي مستطيلات قائم بحيث A يساوي A و A D يساوي A وأيضا A B تساوي 2A. إذن لدينا متوازي مستطيلات A B C D E F G H، ولدينا M منتصف A B، لدينا قياس A E هو A وقياس A D هو أيضا A، يعني قياس العرض والعرض والطول والارتفاع. إذن ولدينا أ بي اللي هو طول هذه القاعدة يساوي 2A. إذن إم منتصف وأيضا إم منتصف القطعة أ بي. إذن السؤال الأول، أحسب المسافات أش سي. إذن حساب المسافة أش سي والمسافة إم سي كما تلاحظون باللون الأحمر إم سي والمسافة أش إم بدلالة أ. إذن نبدأ السؤال الأول. إذن كما تعلمون أن متوازي المستطيلات جميع أوجه الجانبية عبارة عن مستطيلات متوازية، وكل مستطيلان متقابلين متوازيان متقيسان، وقاعدتان أيضا عبارة عن مستطيلات. إذن لحساب المسافة أش سي كما تلاحظون أش سي يعتبر قطر هذا المستطيل أش جي سي دي، وبالتالي يمكن قول أن أش دي سي مثلث قائم الزاوية أو أش جي سي مثلث أيضا قائم الزاوية. إذن لدينا اختيار، نختار مثلا أش دي سي مثلث قائم الزاوية. إذن أش سي هو الوتر لأنه أكبر دائرة، وبالتالي أش دي يساوي أ إي يساوي أ. لماذا؟ لأن جميع الأحرف الجانبية متقيسة ومتوازية، وأيضا دي سي يساوي أ بي يساوي كم؟ يساوي 2A، لأن المستطيل أ بي سي دي كل ضلعين متقابلين متقيسان متوازيان، وبالتالي يمكن قول أن أش دي سي قائم الزاوية و أ أش دي يساوي أ و دي سي يساوي جوج أ. وبالتالي يمكن تطبيق مبرهنة فيثاغورس أن أش سي أو كاري دائما وتر واستثنان يساوي ضلعي مجموع ضلعي الزاوية القائمة الكل أس اثنان. إذن أش دي أس اثنان زائد دي سي أس اثنان يساوي أش سي أس اثنان. إذن مثلث أش دي سي قائم الزاوية في دي، لأن أش دي دائما نعلم أن الأحرف الجانبية عبارة عن ارتفاعات تكون عمودية. لماذا؟ تكون عمودية على القاعدة وموازية ومتوازية فيما بينها. إذن أش دي عمودي على دي سي وعمودي على ا دي. اذن اش دي سي زاويه قائمه، وبالتالي حسب مبرهنه فيثاغورس المباشره اش سي اس 2 الوتر اس 2 يساوي اش دي اس 2 زائد دي سي اس 2. لدينا اش دي يساوي ا او يساوي ا، وايضا دي سي يساوي ا بي يساوي ا جوج ا عفوا. اذن لحساب اش سي نطبق مبرهنة فيثاغورس، هي اش دي اس 2 يعني ا اس 2 زائد دي سي اس 2 هي جوج ا اس 2 تساوي ا اس 2 زائد جوج ا اس 2 الكل اس 2 هي جوج اس 2 زائد في ا اس 2 هي 4 ا اس 2. ثم نجمع ا اس 2 زائد 4 اس 2 هي 5 ا اس 2، يعني اش سي هي جذر مربع 5 ا اس 2. وبالتالي جذر مربع ا اس 2 هي ا، وجذر 5 هي جذر 5. ثم ننتقل لحساب ام سي. اذا لحساب ام سي يمكن ايضا تطبيق ان مبرهنات فيثاغورس على مثلث اش على المثلث ام بي سي. لماذا؟ لان المثلث ام بي سي مثلث قائم الزاويه، حيث بي سي عمودي على ا بي، وايضا ام تنتمي الى القطعه ا بي حيث ام هي منتصف القطعه ا بي.
إذن الضلع بي سي يساوي أ دي يساوي أ، والضلع إم بي يساوي ماذا؟ يساوي أ بي على أي اثنان يساوي جوج أ، جوج أ على أ يساوي أ، يساوي اثنان، عفوا اثنان أ على اثنان تساوي أ. إذن لحساب إم سي نطبق مباراة فيثاغورس، إم بي أس اثنان زائد بي سي أس اثنان، بالتالي نحصل على مثلث قائم الزاوية في بي، لأن أ بي عمودي على بي سي. حسب مقارنة فيثاغورس، إم سي أس اثنان تساوي إم بي أس اثنان زائد بي سي أس اثنان، وبالتالي إم بي تساوي أ بي، أ بي على اثنان تساوي اثنان، أ على اثنان تساوي أ، وبي سي أيضا يساوي أ دي يساوي أ، وبالتالي إم سي كاري يساوي الوتر أس اثنان يساوي ضلعي الزاوية القائمة أس اثنان، مجموع ضلعي الزاوية القائمة أس اثنان، وبالتالي أ أس اثنان زائد أ أس اثنان تساوي اثنان أ أس اثنان. ثم إم سي يساوي جذر مربع اثنان أ أس اثنان، بالتالي جذر مربع أ أس اثنان نختزل الجذر مع الأس يساوي أ، وجذر اثنان تبقى جذر اثنان، وبالتالي إم سي تساوي جذر اثنان أ. حساب اش ام، اذا لحساب اش ام يمكن القول ان اش دي عمودي على ا دي وعمودي ايضا على دي سي، لدينا في السؤال السابق اش دي عمودي على دي سي، يمكن ايضا القول ان اش دي عمودي على ا دي، لماذا؟ لان ا دي اش اي مستطيل، وبما ان اش دي كما تلاحظون دي ام ضمن المستطيل اش دي سي بي ا دي سي بي او ا بي سي دي، اذا يمكن القول ان اش دي عمودي على دي ام، وبالتالي يمكن استخلاص ان اش دي ام مثلث قائم الزاويه في دي، ومنه فان اش ام اوكاري يساوي اش دي اوكاري زائد دي ام اوكاري. اذا لدينا ام سي يساوي ام سي يساوي جذر ا جذر 2 عفوا ا، و اش دي عمودي على مستطيل ا بي سي دي، بما ان ام دي ضمن المستطيل ا بي سي دي فان اش دي عمودي على ام دي، ومنه فان المثلث اش دي ام قائم الزاويه في دي. اذا نطبق مبرهنه فيثاغورس على المثلث اش دي ام، اش دي ام قائم الزاويه بطبيعه الحال في النقطه دي، ولدينا قياسات، قياس اش دي هو قياس ا اولي هو ا، ثم قياس دي ام، قياس دي ام يساوي قياس ام سي، لماذا؟ لان ام منتصف، لان ام منتصف ا بي، وقياس الضلع دي سي قياس الضلع ا بي، اذا ام تكون تبعد بنفس المسافه عن عن سي و دي، اذا ام سي يساوي ام دي. ثم نستخلص مبرهنة فيثاغورس اش ام اوكاري تساوي اش دي اوكاري زائد ا جذر ا الكل اس اثنان، تساوي اذا اش دي اوكاري هي نعوضه بقياسها هي ا اس اثنان زائد ا جذر ا جذر اثنان الكل اس اثنان، ننشر الاس على ا تساوي ا تساوي ا اس اثنان، ثم الجذر جذر اثنان الكل اس اثنان نختزل الاس مع الجذر تبقى اثنان، ثم نجمع ا اس 2 زائد 2 ا اس 2 تعطيني 3 ا اس 2، وبالتالي اش ام يساوي جذر 3 الكل جذر 3 ا الكل ا اس 2، اذا جذر 3 تبقى هي جذر 3، الجذر يختزل مع الاس تبقى جذر ا اس 2 هي ا، بالتالي اش ام هو جذر 3 ا. لنبين ان المستقيمين اش ام وام سي متعامدان في المثلث اش ام سي، لنبين ان المستقيمين اش ام، اش ام و ام سي متعامدان. اذا كيف نحدد ان اش ام و ام سي متعامدان؟ اذا يمكن تطبيق مبرهنة فيثاغورس، بما ان اش سي هو الوتر يجب التحديد ان اش ام اوكاري زائد ام سي اوكاري يساوي اش سي اوكاري، سنرى ذلك. إذن لدينا اش ام تساوي جذر 3 ا، و ام سي تساوي جذر 2 ا، و اش سي تساوي جذر 5 ا. إذن لنطبق مبرهنة فيثاغورس اش ام اوكاري زائد، إذن نجمع طول اش ام اوكاري زائد اش سي اوكاري يساوي جذر 3 ا الكل اس 2 زائد جذر 2 ا الكل اس 2. إذن جذر 3 اس 2 هي 3،
أس 2 هي أ تبقى 3 أس 2، جذر 2 أس 2 هي 2، أس 2 هي أس 2، إذا 3 أس 2 زائد 2 أس 2 تساوي 5 أس 2، وبالتالي أكبر ضلع يساوي مجموع ضلعين الآخرين أش إم أو كاري زائد إم سي أو كاري، وبالتالي نستنتج أن أش إم سي مثلث قائم الزاوية في النقطة إم، وبالتالي حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية نستخلص أن أش إم قائم الزاوية، إذا نستخلص أن المثلث أش إم سي قائم الزاوية في إم، وبالتالي أش إم عمودي على إم سي علما أن أش سي هو الوتر.